السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الخبر. نادي بريست الفرنسي يعلن فسخ عقد الدولي الجزائري يوسف بلايلي بطلب منه. هيا بنا نسمع، بتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك في القناة، وهيا بنا نسمع ماذا فسخ عقده مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي بطلب من الأخير. وأرجعت إدارة النادي الفرنسي في بيان نشر اليوم على الموقع الرسمي قرار طلب بلايلي لفسخ عقده إلى بعده عن العائلة وعدم تأقلمه مع هذا الوضع. كما أكد غريغوري لورانزي المدير الرياضي لنادي براس في ذات البيان أن كل ما تم تداوله سابقا حول قضية يوسف بلايلي أمور شخصية ولا تعني الفريق.